لاباس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم راني نحضر معكم واحد ديسير او تحليه بالفلون، كتجي رائعه. انا شخصيا كتعجبني وهي اللي كندير. الان ندوزو للمقادير. عندي هنا نصف لتر حليب، عندي هنا فلون كراميل، نكهه الكراميل يكون كبير ولا صغير اللي توفر عندكم. عندي هنايا جوج موزات، عندي هنايا واحد بيمو كبير، اي بسكويت كتفضلوا. انا درت صابلي، اللي بغى يدير داك هينريز او اي نوع كتبغيو. عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال النشا، وعندي هنا ديك لا جينواز اللي بقات ليا، او اي نوع من الكيك او لا الا ما توفرش عندكم ماشي ضروري. الان ندوزو لطريقه التحضير. غادي نجيب واحد الكاسرونه اللي غندير فيها الحليب. بسم الله. انا ما درتش هنا سنيده لان هذا الفلون عندي كبير وحلو فيه سنيده، اذا ما غاديش نديرها. وزياده الموز انه حلو، والكيكه حلوه، وبيمو حلو حتى هو. اذا ما غاديش نديرو سنيده. بالاخص هذا الفلون كبير راه كيكون حلو، ماشي ضروري اننا نديرو. وغندير ديك المعلقه ديال النشا اللي ما باش يخلي هاد الخليط يكون كريمي، بلاش ما النشا انا كنبغي نديرو شويه باش كيجيني شويه عقد. الان غادي نديرو فوق البوطه باش يغلي. الان بعد ما وضعنا الخليط فوق النار مع التحريك المستمر باش ما يسحقش لنا داك الفلون في القاع ديال الكاسرونه، هو هذيك النشا، نخليوها هكا حتى يجيب الغليه، عاد نطفيو عليه. الان بعد ما طفينا على هذاك الخليط جاب واحد الغليه وطفيت عليه، دابا نخليه على جنب حتى يدفى شويه. الان غادي ندير الموز في الخلاط الكهربائي، نقطعوا دوك البنانات فيه. الان غادي نتبعوا هذاك البسكوي، غادي نقطعوا شويه هكا نكسروا. الان غادي ندوزو نخليو هذاك الخليط يدفى شويه، وغادي ندوزو باش نحضروا هذاك، نديروا داك الكيك في الكؤوس. الان غنديروا واحد الطبقه من ديك الكيك في هذا الكيسان، فرتتوها هكا شويه. اي كيك عندكم يا اما ديال الشوكولات، ولا ما توفرش راه ماشي ضروري، غير هو كتجي زوينه التحليه. الان بعد ما كيدفى هذاك الخليط شويه، غادي نخويه في هذا الخلاط. بسم الله. اللي عندو مولينكس كتحمل السخونه راه كيف تطفيو عليه كديروه، ماشي ضروري تخليوه حتى كيدفى شويه. الان غادي نخلطو هذا الخليط كله. الان بعد ما خلطنا داك الخليط مزيان، غادي نخلوه في الكؤوس اللي درنا فيهم الكيك. بسم الله. شوف كيفاش كيجي، راه هو خاطر. الان بعد ما عملنا الكؤوس بديك التحليه، غادي دابا ندخلوهم الثلاجه حتى كيشدوا راسهم، ونرجع معكم في طبق التقديم. والتحليه كيف ما كتشوفوا راهي واجده، كتجي زوينه. شديت هنا شويه ديال اللوز وكركاه وشكلاط، هرمشتهم ودرتهم من الفوق، راهي كتجي زوينه بزاف. شوفوا كيفاش كتجي معنا، كتجي رائعه وكريميه. كنتمنى انكم تجربوها، راه كتجي زوينه بزاف وحتى المذاق رائع. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، وبصحه وراحه. وكنتمنى انكم تدعموني بالاشتراك وابوني وتبارطاجيوها مع الاصدقاء والحباب، وشكرا.